شكرا سالم خليفة، شكرا للزملاء في عربة النقل. نصل إلى ملخص هجري أبناء القبائل في انطلاقات سن اللقاية، 25 شوط، تنافس ما بين الأشواط المفتوحة وما بين أشواط الإنتاج في مسافتنا الخمسة كيلومترات. أول الأشواط وأول الانطلاقات ضمن الأشواط المفتوحة وشوط المحليات الأصايل يذهب إلى ند الشباء وبشرة لمكتوم بن الشيب السبوسي تانينا والناموس لعامر كذلك بن صقر الوهيب من تابعها في الانتصار 7:40 خمس أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الثاني يؤكدون أهالي ند الشباء في اللحظة الأخيرة ومع التوقيت الأفضل والأجمل في صباح هذا اليوم 7:34 ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للمرة الثانية على التوالي لمكتوم بن الشيب السبوسي وشكرا للمضمر عامر بن صقر الوهيبي تهانينا والناموس. شوطنا الثالث ذاب مع مشكور لسعيد بن محمد بن عبيد بن سعيد الشامسي تهانينا والناموس كذلك للمضمر عبد الله بن محمد المحاربي 7:37 ثلاث اجزاء من الثانيه تهانينا والناموس. اول اشواط المهجنات في الاشواط المفتوحه ذهب مع الذيب مع خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي تهانينا والناموس 7:36 جزء واحد من الثانية والسلام إلى مدينة العين زاخر بالتحديد. جولتنا الثانية تبدأ مع المحليات الأصايل والتل الزعفران يظهرون مع شان لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيس الكتبي 7:41 ست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للدعم الأول والرئيسي خلفان بن علي الرفيس الكتبي أبو علي على هذا الفوز والانتصار. سادس الأشواط للمهجنات ذهب مع هالي منازل بمدينة العين ووصايف لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيلي 7:38 سبع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا السابع ذهب إلى مدينة العين وزاخر ومعزز العمير بالحزبي بن قناص العامري 7:36 تسع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الثامن حضرة سلالة سكر العاصفة مع سكر وهالي الصاروي بمدينة العين تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن عبيد النيادي تهانينا والناموس سعيد بن عبيد النيادي الدعم الأول والرئيسي لهذا الشعار 7:40 بالوفاء والتمام. ثالث الجولات تبدأ مع تاسع الأشواط ومع المحليات ويأتون أهل تل الزعفران مع نواهي والنقطة الثانية لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيس الكتبي 7:42 جزئين من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا العاشر للمهجنات يذهب مع ثقة لعبيد بن سعيد بن منان الكتبي تهانينا والناموس لسعيد بن منان الداعم الأول والرئيسي لهذا الشعار 7:40 جزئين من الثانية شكرا الزرعي في المتابعة. شوطنا الحادي عشر يؤكدون أهل تل الزعفران مع انطلاقة الوارية وانطلاقة نواهي كذلك وشان 7:42 سبع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لعبد الله بن خلفان الرفيسة وتهانينا والناموس لخلفان بن علي الرفيسة على هذا الانتصار. شوطنا الثاني عشر ذهب مع انطلاقات وتحديات قيد لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي 7:48 ست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. آخر الأشواط المفتوحة للجعدان المهجنات يذهب مع الختم مع نوع مسلم بن علي بن دري المنصوري 7:43 ست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الرابع عشر وأول أشواط الإنتاج والمنتجين المحليات الأصاير يظهروا بأهل الخالدية مبارك بن محمد بن نصر العامري شعار المفاجآت يأتي في سن المفاجآت 7:41 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الخامس عشر للمهجنات الانتاج اولها مع انطلاقة وتحديات مزون عبيد بن الحلوس بن ذيبان العامري وسلام للمصانع الجنوبية 7:39 اربع اجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الاول الرئيسي للمحليات الجعدان الانتاج شوطنا السادس عشر يذهب مع سكر لنايع براي بن سيب الشاوي الاخبلي 7:44 جزئين من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا السابع عشر يذهب مع انطلاقة وتحديات شعار مهند والرئيسي للمهجنات الانتاج حمدان بن حمد بن عبد الله بن طير العامري واهل الهير يظهرون بهذا الانطلاق والانتصار 7:41 اربع اجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الثامن عشر للمحليات الانتاج يذهب مع العنود سعيد بن عبد الله بن كردوس العامري 7:44 وفاء تهانينا والناموس. شوطنا التاسع عشر يذهب مع فبركة محمد بن سعيد بن سالم الزرعي سلام جعلان 7
42 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا العشرون يذهب مع شعار المغامر والقفاي، عبد الله بن محمد بن معتوق العامري وأهل الهير يظهرون ويحتفلون مع الميدان الذكي. 7:45 سبع أجزاء من الثانية. شوطنا الواحد والعشرون يذهب إلى بطاش، يسجل النقطة الثانية حمدان بن حمد بالطير العامري. 7:45 جزء واحد من الثانية، والسلام يا الهير سلام. شوطنا الثاني والعشرون يذهب مع محبة لقنازل بن محمد بن خيرة العفاري، وسلام للمصانع الجنوبية. 7:47 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. إمارة رأس الخيمة ميدان السوان يحتفلون بشوطنا الثالث والعشرون مع الصداوية لسالم بن مانع الغويص السويدي. 7:47 سبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا ما قبل الختام 24 يبتسم مع عزام لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. 7:41 تسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. آخر الأشواط وآخر الانطلاقات في اللحظة الأخيرة يخطف الناوي. آخر أشواطنا في صباح اللقاية لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، وهو اللي انتاجه فاخر في اللحظة الأخيرة. 7:42 سبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. لقانا يتجدد، انطلاقاتنا في ميدان المرموم في يوم الغد مع سنة الإذاع والإبداع والاستمتاع مع هجن أبناء القبائل. شكرا وليد البارودي مخرج سباقي صباحي هذا اليوم، شكرا الطاقم الفني، شكرا لمتابعينا الكرام عبر قنوات دبي ريسينج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.